أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني عن وجود محادثات مكثفة مع الأطراف السياسية لتشكيل مجلس أعلى للسياسات والتخطيط يشترك فيه جميع العراقيين لمنع خرق الدستور والتفرد في الحكم. ونقل الموقع الرسمي لبرزاني عنه قوله: إن المفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف لتشكيل حكومة جديدة على أسس الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن بين المكونات وعدم السماح لطرف بالتفرد بالحكم، لافتا الى ان المجلس الاعلى للسياسات والتخطيط الاستراتيجي يطلع باصدار القرارات المهمه ويمنع خرق الدستور والتفرد بالحكم.